أما بعد كده سد النهضة، أول حاجة أنا عايز أقول سد النهضة ده مش منظومة إن أنا بشتغل ببصة ليها ضرر كبير، لا، سد النهضة ده منظومة سياسية، منظومة سياسية وليها وضعها، ودي دايما غير دولتنا وليها مصالح عندها في نفسها. ولكن احنا هل هنسمح ان المصالح بتاعتهم تضرنا وتشيل مننا سنتي ميه واحد؟ مش ممكن. فاحنا لازم يبقى عندنا الاستعداد لرد الفعل الفعلي. وديك شفت النهارده الرئيس موجود في اثيوبيا وبيعمل اتفاقيات جديده مع السودان واثيوبيا، لان هم فاهمين ويعوا ان مصر لن تتعاون على سنتي متر ميه واحد. دي نقطه مهمه تتحط في الاعتبار. كل هم بعد يدوروا على مصالحهم، عايزين يصنعوا كهرباء، عايزين يسويها قرار وصنعوها، عايزين دخول ليهم تحسن الحوار، لان كل دوله بتضرب نفس الكلام. اهلا بهذا الكلام الا في حاله ان احنا نحس ان مصر فيها مخافره علينا وفي خطر على الموارد المائيه بتاعتنا، وده لن نسمح بيه، ودي رساله لوسطك ليه ولوسط العالم كله. فانا اعتقد ان دي نقطه ليها اهميتها، نقطه ليها اهميتها، وانا اعتقد ان سد النهضه مش هتخوفنا. سد النهضه النهارده هو فكر سياسي زي ما قلت لك، ليه مصالح اقتصاديه تنمويه واحنا لينا نفس المصالح، ولن نسمح لهم باي خطا يحصل، ومصر مستعده لهذا رد الفعل اذا حصل خطا في هذا الكلام.